عندما كان التحكيم في الأسبوع الأول جيدا، طلعنا من هذا المكان وسقفنا، وقبلها حذرت من محاولات إفشال كلاتنبرج. يعني لما بنلاقي حاجة حلوة أو بنتنشأ على حاجة حلوة بنطلع نقول، ومن أول ناس بنشيد وأول ناس بنسقف وأول ناس بنقول هايلين ورائعين، كل حاجة بنقولها. تحكيم النهاردة الموضوع فيه مختلف شوية. رجعنا سنة ورا، أو يعني رجعنا 3 4 شهور ورا، بداية الموسم كانت تبشر بأسماء أو تبشر بتحكيم رائع، ولكن هل ينفع أحط إيدي في جيبي عشان أطلع إنذار وبعدين أبص أشوف لون الفانيلا أقوم جاي حاطط تاني الإنذار في جيبي ومكمل؟ هل أنا اللي قلت هذا الكلام؟ مش أنا، كل خبراء التحكيم قالوا هذا الكلام. افتحوا المواقع وافتحوا عشان مع اللي هيطلع يشتم يعني ويعمل، يبقى عامل حسابه من دلوقتي يعني. حط ايده في جيبه، انا اللي لقى حط الايد الثاني خلاص. وبعدين الاسبوع الثاني، احنا بنتكلم على الاسبوع الثاني، وهنا برضو مره ثانيه، لانه الحقيقه الناس واضح ان هي بعد ما لا يشجع النادي الاهلي ما بيفهموش الكلام اللي انا بقوله الحقيقه، شايفين ان انا بتكلم كلام، لان انا عمري ما بغلط في حد وما ولا انا هنا بتكلم عن التحكيم. هذه الكره لو كانت في مباراه تانية كنت هطلع اتكلم فيها وعنها، ما عنديش مشكله، انا ما بخافش من حد الحمد لله، لكن دايما بحط مصلحه بلدي والحكام في مصر اولا. الاسبوع اللي فات لو انا ما بعملش كده، لكن ممكن اجيب لحضراتكم الفيديو في الاسبوع اللي فات، حتى بعض من جمهور النادي الاهلي يعني زعلان مني او انتقدني شويه عشان اتكلمت عن التحكيم بشكل جيد، لكن انا قلت واتكلمت عن التحكيم بشكل جيد. النهارده لا، في مشكله، لانه المشكله ممكن تكون مشكله عفويه وتحصل، لكن ان انا احط ايدي في جيبي واطلع وبعدين اجي ادخل تاني اشوف لون الفانيلا دخل تاني، رغم ان الجوله الاولى الحمد لله مرت بسلام، كانت الجوله الثانيه يعني بدانا نشوف بقى حاجات من اللي حصلت المواسم السابقه. مش عايزين نرجع تاني للمواسم السابقه وما حدث. 17 نادي اتكلموا عن التحكيم، مش اسلام، مش النادي الاهلي فقط. وكلاتنبرج هيعلق على اللقطه دي اللي مصر كلها شافتها ومصر كلها بتتكلم عنها، هيقول ايه يا ترى؟ فيديو هيعمله كلاتنبرج بعد الجوله الثانيه هيكون في تعليق على الكره دي ولا لا؟ طيب هيزعلنا المحادثه اللي تمت ولا لا اذا كان في محادثه بين الحكم الساحه وحكم الفار؟ اسئله مهمه جدا، وننتظر اجابتها من كلاتنبرج ان شاء الله نهايه هذا هذه الجوله. وبمناسبه كلاتنبرج، احنا ما زلنا في انتظار اعلان طاقم حكام اوروبي على مستوى المباراه، على مستوى عالي يعني من الفئه الاولى على لمباراه السوبر. وبرضو على مسؤوليتنا هنا بقول لكم ان الاخبار اللي تم تداولها عن الاستعانه بطاقم حكام اماراتي هي اخبار غير دقيقه، لان المسؤول عن تعيين الحكم لهذه المباراه هي لجنه الحكام في مصر، وطبعا مارك كلاتنبرج هو اللي هيكون المفروض يعني هو اللي هيكون المسؤول عن اختيار طاقم التحكيم الاجنبي لمباراه السوبر. فمواضيع كتيره جدا النهارده، بعض التاجيلات الخاصه طبعا في اللي بيحصل بسبب مؤتمر المناخ اللي هيقام في شرم الشيخ، فطبعا احنا كلنا في ظهر بلدنا ودي ظروف خارجه عن الاراده الحقيقه، ما حدش يقدر يتكلم في هذا الامر، وبالتالي كلنا هنقف ورا بلدنا، كلنا هنقف ورا نادينا خلال هذه الفتره، لانه هذه الفتره فتره صعبه جدا 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 في ظل ما يحدث من اخطاء او بدات تحدث اخطاء في التحكيم خصوصا في الجوله الثانيه. ها، فاحنا النهارده بنتكلم بهدوء، النهارده بنتكلم بهدوء، لانه انا متاكد ان هو هيتم تدارك هذا الامر، او من المفترض
انا راجل مش خبير في التحكيم، لكن من المفترض ان يتم تدارك هذا الامر لانه خطا واضح. طلعت بعدين حطيت وخلاص. فاتمنى ان يتم تدارك هذا الامر ونرجع، واللي يكسب الدوري يكسبه، واللي يفوز بالدوري يفوز بيه. لكن خلي عندك عداله تحكيميه وعداله جماهيريه، وكل الامور كلها تبقى عادله في كل الامور.